كل تحية طبعا للعمال اللي معالي الوزير اتكلم عنهم اللي كانوا موجودين فعلا في الشوارع على مدار ال 24 ساعة. خلونا نستقبل نعرف تفاصيل أكثر عن ختام النهاردة وغدا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. دكتور خالد أهلا بحضرتك، يعني كلمنا النهاردة عن تحركات الوزارة، كيف كانت، كنتوا فين، وغدا إن شاء الله التحركات هتكون إيه يا فندم؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة لمى. أنا عايز أقول لحضرتك دلوقتي واكد على كلام مع الوزير اللواء محمود شعراوي، سيادته كان قبل اللقاء مع الزملاء كان مع سياده اللواء خالد عبد العال بيجوبوا القاهره من المنصه الى الميادين الى المحاور علشان التجمعات من المياه. خليني اقول لحضرتك القاهره في تقرير غرفه عمليات وزاره التنميه المحليه صدر الساعه 10 منذ قليل، الحاله في القاهره مستقره، في استمرار لعمليات شفط تجمعات المياه على مستوى المحافظة بإمكانيات المحافظة والتنسيق مع هيئة نظافة تجميل القاهرة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وبدعم من القوات المسلحة. الآثار الناتجة النشأة يعني في صعق المواطن حسين محمد زين مكي 52 سنة مقيم في 18 شارع علي شاكر الروبي اثناء سيره بشارع الامل من شارع عثمان ابن عفان، ده قسم النزهه. عايز اقول برضو مواطن اخر عمرو محمد صالح ده 36 سنه اثناء سيره برضو بشارع علي ابن عبد العزيز ده في البساتين. اما فيما يتعلق ببقيه المحافظات اللي هي كانت مستقره اليوم الحمد لله، الجيزه مع تضرر برضو قليل ببعض المنازل بقريه الدسيمي وده لتغيير اتجاه السير لمساره عبر المخر، وبالفعل مع الوزير اللواء محمود شعراوي وجه وتم بالفعل دفع قافله انسانيه في الطريق ووصلت بتشتمل على 250 مرتبه زائد 500 بطانيه زائد 1400 وجبه، وحصل بالفعل وصول ثلاث فرق عمل من الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه للتدخل السريع. المحافظات الاخرى اللي حالتها مستقره تاتي دلوقتي القليوبيه، مطروح، المنوفيه، الغربيه، كفر الشيخ، دمياط، البقهليه، شمال سيناء الحالة مستقرة، برضو إسماعيلية، السويس، الشرقية والفيوم والمنيا وأسيوط اللي كانت متأثرة امبارح الحمد لله دلوقتي الحالة مستقرة، الوادي الجديد اللي كان متأثر امبارح الحمد لله دلوقتي الحالة مستقرة. وعايز أقول لحضرتك تم توصيل الكهرباء، كانت لسه فاضلة قرية باريس وصنعاء، الحمد لله تم الإصلاح في باريس وصنعاء القرى، وفاضل الإصلاح دلوقتي من جانب الزملاء في قطاع الكهرباء والإنارة هناك بيصلحوا في قرية الكويت وإن شاء الله يخلصوا الليلة دي. برضو سوهاج الحالة مستقرة، قنا الحالة مستقرة، أسوان الحالة مستقرة، البحر الأحمر والأقصر. عايز أقول الطرق اللي كانت مقفولة امبارح اتفتحت، الأقصر جميع الطرق مفتوحة، أسوان جميع الطرق مفتوحة، البحر الأحمر فتح طريق غالب الشيخ فضل. برضو فيما يتعلق بسوهاج تم إصلاح أعمدة الضغط العالي اللي كانت تعطلت بنجع الخطيب كوم بدار، وتم إصلاح التيار الكهربائي وتشغيله في بس في المنيا تم غلق نفق البستان وجري شفط المياه منه، وده بيربط ما بين مركز المنيا ومركز سملوط. برضه في غلق لطريق الصحراوي الشرقي القديم من ناحيه زاويه الجدامي مركز مغاغه، وده نتيجه لسيول جبال البحر الاحمر في اتجاه مخر السيل، وده اتجاهه الطبيعي. عايز اقول كمان يا فندم في بقيه المحافظات جاري العمل على شفط تجمعات المياه المتراكمة، وعايز في برنامج حضرتك يعني أأكد على المجهود الواضح من السادة الزملاء العاملين على الأرض في مختلف القطاعات الخدمية اللي فعلا يعني على مدى 72 ساعة حتى اللحظة دي
موجودين على الارض وسادين وربنا الحقيقه دكتور يعني ده نموذج لاداره الازمه. احنا دلوقتي قدام نموذج من كل المؤسسات والوزارات لاداره الازمه، معانا ارقام، معانا عارفين حاصرين تلفياتنا، عارفين ايه اللي على الارض، بنشتغل بشكل فيه تنسيق واضح من ارقام معدات، من تقسيم الشوارع ومناطق، من توقيتات لغلق او انقطاع الكهرباء وتيار كهربائي وعودته والميه وعودته، ومسؤولين بيطلعوا بيقولوا والله احنا قفلنا علشان كذا وهنرجع علشان كذا، يعني في نموذج لإدارة الأزمة. دكتور بكرة إيه اللي هيحصل؟ إحنا مستمرين يا فندم، وغرفة العمليات في وزارة التنمية المحلية برضو مفتوحة وبتنسق مع غرف الأزمات والعمليات في المحافظات. عايزين نأكد برضو زي ما زملائنا قالوا في الأرصاد إنه برضو بكرة إحنا نتحوط برضو وبرضه ما ننزلش الا للضروره القصوى عشان زملائنا يشتغلوا على الارض ويقدروا ان هم يعني يقوموا بالتزاماتهم. دي نقطه، ونقلل الاضرار لاقل درجه ممكنه، نبتعد عن اعمده الاناره، مع العلم ان هناك تركيز يومي في التاكيد على المحافظات فيما يتعلق بتصيين اعمده الاناره، كذلك البوكسات الخاصة بالاتصالات أو غيرها من الحاجات اللي ممكن يكون فيها أسلاك ممكن تتأثر نتيجة الأمطار. الأشجار برضو، البعد عن الأشجار الكثيفة أو القديمة، برضو البعد عن لوحات الإعلانات الكبيرة تجنبا للتأثر السلبي نتيجة لسرعة الرياح. وربنا يحفظ مواطنينا في محافظات مصر كلها يا فندم. نعم بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. طب احنا ممكن ناخد خبر له علاقة بمنظومة الشكاوى الحكومية ونواصل الخبر. طيب